سين البيضاء ما فاتعت حد يتكلم عنها، بين اللي ما نعرفه هاي الجائحه انت لا يتوفى ان شاء الله راجل بتكوف في اسبوع اسبوعين شهر شهرين ذي الشهر راح عقبك تقوم تقيم الوضعيه وتقيم سنه بيضاء. اولا كارثه، كارثه ماليه على الدوله، وكارثه على الاجيال لله تعالى، وكارثه يعني على التطور المجتمع بصفه عامه، وتندار في اطار عالمي. اليوم ما فاتحه الدوله طارحه قضيتها، بين اللي لنا الحمد لله اسبوعين الى ثلاثه من توقف عن الدراسه الى حتى ثلاث اشهر من التعطل نقدنا نرتربو ونقدنا يعني نعوضوها في العطله الصيفيه. اذا كل الاجراءات دور تنبذل على ما تخلص السنه بيضاء. اذا القضيه اليوم ما هي مطروحه، اذا فوت نحقو ثلاث اشهر من التعطل عن الدراسه لا عاد القضيه مطروحه، باللي كيف لا نعوضوها؟ ما عندنا من الزمن نقدر نعوضوها ساعه تفتح علينا السنه المقبله.